مساء الخير عليكم مشاهدي قناة الصحة والجمال، برنامج ساعة في بيتنا. هكون معاكم إيمان عصام كل أربع من الساعة 1 الظهر للساعة 2. النهاردة معايا ضيفة من نجوم السوشيال ميديا والفيديو بلوجر دكتور ريم العقاد. دكتور ريم العقاد بتقدم كل فيديوهاتها من خلال الواقع اللي احنا بنعيشه. دكتور ريم بتتميز بخفة دم عالية جداً، والمفروض ان احنا نتعلم من فيديوهاتها ان احنا ناخد مشاكلنا، خصوصا الام والزوجه، ناخد مشاكلنا بشكل بسيط وكوميدي ومرح. تقدروا تتواصلوا معانا من خلال الارقام اللي موجوده على الشاشه او صفحتنا على الفيسبوك. خلونا نطلع فاصل ونرجع ليكم مره تانية. ورجعنا لكم بعد الفاصل مع دكتور ريم العقاد، احد نجوم السوشيال ميديا والفيديو بلوجر. اهلا بحضرتك. اهلا يا ايمان، انتي منوراني وانا سعيده بوجودك معانا النهارده. ميرسي يا حبيبتي. وانا من اول متابعينك اساسا. حبيبتي ربنا يخليك. خلينا في البدايه نعرفهم ان حضرتك دكتوره اصلا، يعني اها اتجهت ازاي للميديا؟ والله انا ما اتجهتش خالص، هي اللي اتجهت لي. بصي انا كنت عادي يعني مامي وبروح شغلي ومفيش اي مشكله خالص. عملت فيديو من 2016 ويعني بابلش عادي لصحابي، يعني كنت متعوده كل يوم اكتب بوست او كده، فيومها كنت تعبانه فعلا ومركبه كانيولا، فقلت اوكي نعمله فيديو ولصحابي مش اكتر. نمت وقمت لقيت 500,000 فيو، الكلام ده من 5 سنين، كان رقم يعني على فكره. يعني انت ما كنتيش ناويه تعملي الفيديو خالص؟ انا بعمله لصحابي عادي، ولقيت الناس طافين فيديوهاتك التانيه. يا جماعه انا ما بعملش فيديوز اصلا، مفيش فيديوهات تانيه. انت بتعملي زي فلان بتعمل، قلت لهم انا ولا بتفرج على فيديوز ولا اصلا في دماغي الموضوع ده خالص. مره على مره بقت حاجه مثلا تيجي مثلا عايزه اعلق عليها اعلق عليها فيديو بس. طب ايه اول فيديو كان؟ يعني ايه الفيديو ده؟ كان عن الواتساب بتاع الموميز. انا شفت الفيديو ده. يعني طيب احنا عايزين نعرضه. اوكي الفيديو جاهز. طيب هو يا جماعه لا انا مش مضروبه ولا حاجه، انا كنت بذاكر عربي رابعه ابتدائي، حسبي الله ونعم الوكيل. طبعا حبيبتي انت ده شكل كل واحده مصريه بنوت جميلك بالنوت. ايوه يا حبيبتي، قاعدين بنذاكر عندنا امتحان، بس انا حاسه ان الورق ده مش كفايه على العيال كده، مش كفايه. انا قاعده اهو ورق، ما اعرفش 285 ورقه كده، بس مش حاسه ان احنا لمين المنهج كده، مش عارفه فيه ايه، مش حاسه ان احنا لمين المنهج خالص خالص صراحه. ايوه هو ده كده حبيبي، ده يا بابا. هنقعد نحل، انا مش عارفه، انا قلقانه. استني، بيبعتوا على الجروب الواتساب. 35 ورقه تانيين نزلوا كانوش معايا، معرفش هنلحق نلمهم ولا ايه. العيال مش هتنجح كده، مش عارفه هيسقطوا في اولى ابتدائي. يا حبيبتي انا قاعده بعمل كل حاجه اهو، جايبه اهو الفاصوليا بقطفها معاهم، وجايبه الاكل عشان عايز اكل، والميه عشان عايز اشرب، والشبشب طبعا موجود ده. وجايبه خاصه، استني كله. يلا يا حبايبي، يا اخويا انت وهي يقروا. انا عندي برد، عندي برد مبهدله. ريم في الله، قلت ما حدش يندهلي خالص، ولا اجاني موجوده في البيت ده خالص، طول ما في امتحانات. الله الله، ما حدش يندهلي، اجاني مش موجوده ولا طريقه مطلوبه مني حاجه، عيني هتسقط. في ايه؟ انا عارف اولى ابتدائي هتسقط، وايه كل كمية الورق دي؟ في ايه؟ قاعدين 24 ساعة لازقين في الحتة، افهم يعني. معلش السلك الدبلوماسي مستنيهم؟ خلاص؟ العيال هيعدوا من المرحلة دي هيطلعوا كده مليونات؟ ايه الأفوارة دي؟ والعيال عندهم كابت من كتر المذاكرة. أنا تعبت والله، كل يوم ورق، صور، احنا صرفنا على الورق أكتر ما صرفنا أصلا في المدارس، كتير كده كتير، ماشي؟ واللي بجايب كتب خارجية واللي نازلين يدوا. دكتور ريم كلمينا عن اليونيفورم اللي بيبقى موجود في الفيديوهات. والله هو عادي على فكره، هو مش يونيفورم. لا هو حلو جدا. هو انا ببقى زي ما انا قاعده، زي ما اي مامي قاعده في البيت بتذاكر بتعمل في المطبخ. عادي جدا، يعني اللي هو بحس ان انا فعلا قاعده كده. يعني امبارح حتى كنت طالعه لايف لابسه ايس كاب سقعانه، فبيقول لابسه، قلت لهم عادي انا لابسه طعبوتي انا سقعانه، يعني ما بحبش، مش كل مثلا هاجي اطلع لا ميك اب ونلبس ونقعد انا. دي حاجه على فكره مميزاكي جدا، لان اصلا انا شبه، يعني شبه الناس، احنا كلنا واحد.
فمش مستاهله يقولي اصل انت بتلبسي، لا لازم تطلعي وتعملي شعرك وتلبسي تحطي ميك اب. طيب دكتور ريم، كل الفيديوهات اللي بتعمليها بتكون حقيقيه من الواقع ولا افكار او سكريبت مكتوب او فكره؟ لا مفيش سكريبت خالص، هي كلها بتبقى حقيقيه او مواقف حصلت لي، يعني على يعني اقصى تقدير بتبقى حصلت لحد مثلا قريب مني قوي، حد من صحابي او كده. ودايما ببقى عايزه مثلا في الاخر احنا نوصل مسج، زي مثلا الفيديو اللي فات ده بشكل اللي هو يعني فعلا لقيت في كميه ضغط على الاولاد مش طبيعي في المدارس وعلى ايه دول ابتدائي فعلا. أيوة. مش مستاهل كل اللي احنا بنعمله ده، اوفر اوفر قوي. اه والامهات بتكتئب، يعني لسه واحده صاحبتي مكلماني وبنتي نقصت درجه وانا مكتئبه وهخش آه انا بتخنق من الناس دي قوي، يعني ما بحبهمش. ليه يعني مش الدرجه اصلا العلاقه بينك وبين ولادك هتبوظ. كان في فيديو اللي هو جروب الواتساب مش بتاع الامهات، مش جروب الواتساب بتاع الخيانه. الفيديو ده ده حقيقي يعني؟ ده فعلا حصل؟ ده حقيقي. حصل بجد؟ معقول؟ طيب انت رد فعلك اللي كان في الفيديو ده كان هو ده رد فعلك ولا كان في قبل الفيديو؟ يعني هو طبعا كان في كلام كتير، وبعدين في الاخر طب قلت له خلاص اوكي ما فيش مشكله مش همشي واسيب البيت ولا حاجه، بس بناخد حقي بطريقتي بس. تمام. طب يا جماعه خلينا نشوف الفيديو. والله كان في موضوع كده من زمان يعني، وناس كانت لي اتكلمي فيها وبتاع، بس انا موضوع حساس وكده وموقف مؤثر وكده ما كنتش بتكلم فيه خالص، لحد ما حصل لي انا كده موقف ازاي وانا قاعده بالليل كده ببص لقيت الفخم الضخم تمام نسي موبايله مفتوح، يعني هو كان قاعد بيلعب بان او قاعد بيتكلم على الواتساب، ويا حبيبي من كتر الفرهده نام تمام. وانا طبعا كاي زوجه مصريه اصيله يعني ولا بدور ولا بحط صبايا على التاتش مثلا بتاعه كده وهو نايم وافتح الموبايل ولا ما بعملش الحاجات دي خالص. المهم ايه استهواني كده الواتساب لقيت مبعوت كده في مسج من المسجات يعني ورده بتاعت قبول صداقتي وقلب كده ولا وبوسه اللي هي عامله كده دي. المهم ايه فانا الصراحه الفضول اكلني يعني خلاص، فضول طبعا قطعني وكده، ففتحت الموبايل وقعدت اتفرج كانت واحده وتلت واحده ونص في الحدود دي واحده وربع كده، فضلت اتفرج من كتر الكلام ما كان كتير قوي اللي مثلا ايه لحد الساعه يجي 4:10 مثلا يعني في الرينج ده كده، اللي هو انت اتفاجئتي اصلا بقى ان الراجل الاخرس اخرس اقسم بالله معايا كده انه يا قلبي رغاي كده وعنده فائت من المشاعر والحب والحنان والكلام والرغي فوق توقعات البشر اقسم بالله، وتتفاجئي يا حبيبي كده ان هو يعني محتاج حضن ومحتاج كده اهوت، وان هو قد ايه انسان فظيع وقد ايه جوزك اللي انت بتعرفيهوش ده رجل رومانسي فشخ اقسم بالله رهيب يعني. فالمهم انا قعدت اقرا الكلام، وبعدين انا طبعا لو جيت قلت له ان انا شفت الكلام ده طبعا هيقول لي ايه؟ هيقول لي اوعي تغلطي، يعني اوعي تغلطي فيه، ولو قلت له انك انت بتفتش من ورايا يعني هيسيب بقى نفسه من كل الحوارات ويمسك بقى في ان انت بقى ايه؟ انت مش كلب بقى وبتفتشي من وراه وبتحمي خصوصياته والايه والجو الجميل ده يعني تمام. المهم انا الصراحه الموقف فضلت اقرا، وبعدين يعني غيري بقى واحده صاحبتي قالت لي ده انا كنت صحيته جبته من ودانه اقسم بالله، لو كنت جبته من شعره كده صحيته وعملت خناقه رزعت البيت وسبت العيال ومشيت وكل الاداء ده. لكن لا يا حبيبتي يعني انت ليه بتيجي على وبعدين الاقي كلام غريب قوي يا اولاد، يعني مثلا يقول لها جميله وعينيها جميله وهي يا حبيبتي قد ايه بقى ان هي خايفه يتعلق بيها لان هي فظيعه طبعا وكل الناس تعلق بيها، وقد ايه هي رهيبه يعني حد رهيب وقد ايه حبيبهم متحسرين طبعا لان هو متجوز وكده. هي كانت حلوه فعلا يا زيز؟ كانت حلوه الحمد لله. طب والكلام الفظيع اللي كنت قايله لها على الواتساب تشات ده كان ايه يا زيزو؟ كلام يعني ايه؟ ده الكلام اثر في نفسيتي، انا حبيتها يا راجل اقسم بالله انا شخصيا حبيتها. انت رقيقه. ايه؟ انت رقيقه. انا رقيقه فيقول لي بكبر بخاطرها، فيا حبيبتي انت وهي او حد فيكم يتاثر مثلا بيكبر بخاطر مزدته يا حبيبتي، بيكبر بخاطرها او بخاطر البنت اللي يعرفها او زميلته في الشغل نفسيتها تعبانه فبيصالحها، ما تبقيش ضيقه كده وخنيقه، سيبيها بيت يا بنتي يفك عن نفسه كده ويهزر كده. واحب اقول لك يا حبيبتي انت يا جميله اللي خايفه انه يتعلق بيكي ان هو عادي يا روحي زي ما يعني انت الشاب بتاعك كان فيه 15 شات زيه مفتوحين فقشطه يعني ماشي ما تحسيش ان انت يعني اخر قطعه تمام، يعني في قطع زي كتير قوي. قول لهم يزي قول لها يزي ميرسي كتير بتحبني ولا لا يا عزاز؟ ده كلام. ها
انتي مثل عظيم حبيبتي. المفروض كلنا نتعلم منك والله عشان بس نفسيتي. انتي كده بجد مش قادره اتخيل. لا لا حقيقي عشان نفسيتنا صحتي وبشرتي شايفيني هم كلهم بيعملوا كده بس بيتهوى برضه مفيش مشكله يعني بس مش قوي كده لا يعني سيبيه يتهوى اصل هو كده كده هيتهوى فيتهوى يتهوى قدامك بدل ما يتهوى من وراك هو كده كده هيفرفش يعني يا جماعه لازم نتعلم من دكتور ريم الحته دي بجد يعني بشرتك وشعرك اهم كتير بالظبط ايه اكتر كومنتات بتجيلك بتفرحك او بتخليكي مبسوطه؟ ان انت غيرتيلي تفكيري في حاجه معينه ان انت كنت انا هعمل حاجه مثلا او هعمل كارثه او اتخانقت مع جوزي وشفت مثلا فيديو من فيديوهاتك فحسيت ان الدنيا ابسط من كده وانا مكبره الموضوع ومضايقه على نفسي. علاقتي كانت بايظه باولادي لما شفت بتتعاملي مع اولادك ازاي الدنيا بقت احسن كتير وخدت الموضوع بسلاسه ولطف يعني. فان انا انت تغيري في حد او واحده مثلا كانت كلمتني تقول لي انا بيتي كان هيتخرب وكنت واقفه على الطلاق ورجعت بسبب فيديو انت مش تخيليه مثلا من حاجتك. هي بتبقى حاجات كده بس يعني حقيقي بتاثر فيا جدا بحس يعني انا بعمل حاجه اكيد. لا وكمان انت عندك بتقدمي الرساله بشكل مقبول جدا وبشكل كوميدي وساخر فالناس بتاخدها وبسط اللي هو ليه انكد على نفسي واخرب بيتي والدنيا تتقلب بالظبط تمام. قولي لي بقى مين اللي بيصورك؟ انا مع نفسك لوحدك؟ الستاند وحط الكاميرا وخلاص. وفي حد بيشجعك او ما يعني ما كانش في حد معترض على الفكره من الاول؟ لا خالص يعني هو مش تخصصك يعني إيه؟ لا طبعا كان في يعني مثلا مامتي كانت الاول تقولي لا ريم مش شكلنا بتعملي كده ليه بتتكلمي ليه ناس كانت بتقول كده في الاول بس مع الوقت قالوا لهم اتس اكتنج يعني هو نوع من انواع التمثيل يعني افتر اول يعني حتى لو بتكلم في اي حاجه فلا حبوا الموضوع بعد كده. واكيد طريقه الفيديو هي طبعا حلوه جدا بس مش في الحياه العاديه هي مجرد رساله بشكل حلو او بيضحك أو كده اكتنج يعني هو مش حقيقي. انت ولادك لسه في اولى ابتدائي اكيد الفيديو ده من جريد 6 عندي جريد 6 وعندي بيبي صغنن لسه حلوين طيب احنا معانا فيديو كمان الفيديو ده ضحكني انا جدا اللي هو كان في العربيه تقريبا ممكن نعيده. مساء الخير يا جماعه. لا انا مش مضروبه ولا حاجه انا كنت بذاكر عربي رابعه ابتدائي حسبي الله ونعم الوكيل. طبعا حبيبتي انت ده شكل كل واحده مصريه بنوت جميلك بنوته فراشه فراشه عيالها بقوا في مدارس احنا عندنا اربعه ابتدائي عندنا بعض السنين كده فبتلاقي انت شكلك تحول لده على طول. ده اليونيفورم على طول ارطه الارطه كده يا حبيبتي ولابسه كميه لبس مختلفه كده تمام ومكتئبه حزينه تحت عينيكي في اسود مثلا حد ضربك بنيه يعني بيبقى شكلك غلط كده. طبعا كل ده في سبيل علمك قاعده بتذاكري عربي مأساة بقى مأساة جملة اسمية وجملة فعلية وجمع رؤوس. امبارح مثلا قعدنا مثلا 3 ساعات في جمع رؤوس جمع رأس جمع رأس ايه يا حبيبي رؤوس وايه وارؤوس يا حبيبي ما اسمهاش ارؤوس اسمها ارقص ولا يعملي ارقص ويعملي كده خلاص انا مش عارفة اتصرف يعني ارقص ارقص كتير وقت بقى طويل لحد ما اقنعته ان اسمها ارقص اصلا ومش معناها ارقص وكده ماشي غير بقى الدراسات والهم النائع والعيال مبقاش فاكره حاجه وحاجات اصلا مش مهمه بس مش مهم يعني. جه بقى النهارده حبيبي بنتي راحت امتحان العربي ورجعت والله انا حتى ما سالتها والله ما سالتها ده هي اللي تطوعت وجت قالت لي يعني ازيك يا حبيبتي ازيك يا شموسه عملتي ايه النهارده في امتحان العربي؟ الحمد لله. جالك تعبير ايه؟ بتقول لي مامي انا جالي تعبير. تعبير ايه حبيبتي اللي جالك؟ العلم. العلم ما شاء الله ما شاء الله. وكتبتي ايه بقى يا شمس؟ العلم نور. وايه؟ ولا حاجه بس كده. يعني ايه ولا حاجه؟ يعني كتبتي في موضوع التعبير كله كتبتي العلم نور؟ بس كده؟ والله وانت فاكره ايه؟ خلاص بنتي فاكره ايه؟ موضوع التعبير عن العين بنتي كتبت العلم نور. طبعا ده غلط ده مش علم نور ده العلم ضلمه ده غلط ده ضلمه كده ضلمه خلاص العلم هنا بقى ضلمه مش نور خالص. انا بس ليكي نصيحه خليكي زي ما انت بقى كده. انا بقى ليا نصيحه زي افلام الرعب طلع لهم بشمس كده انا بقى عندي ليكي يعني نصيحه حبيبتي. اولا ما تهرسيش اوفر صحتك وفي الاخر اهو العلم نور هتهزك لحد الفجر وتلاقي في الاخر ان التعبير العلم نور جاست مش اكتر. تاني حاجه ما تتاثريش بقى ما تتعبيش مهما جابوا درجات مهما ما نفسيتك دي بصي ما تضايقيش نفسك خالص صحتك هتموتي هتموتي العيله هتتعلم ولا يا ودك شفتي العلم نور انتك عامله ازاي ولا اي حاجه. تالت حاجه ما تراجعي اوعي تراجعي بصي تمتمي وكمكمي كده واللي حصل يا شبتت ابلزازه فيا يا جمدت العدوين يقولوا عليا ايه بنتي كتبت في التعبير علم نور يا خساره المكرونه والبانيه اللي طفحتهم للراجل بقالي شهر علبه تونه ولا حته جبنه
حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله. ميرسي كتير، ميرسي كتير. والله يا جماعة أنا ما كنتش حابة أتكلم في الموضوع ده خالص، نظرا لحساسية الموقف يعني اللي هو الشنكول عطيت، لولا إن أنا لسه حاضرني موقف دلوقتي حالا، موقف لسه طازة، فقلت أشارككم كده معلوماتي وخبراتي يعني، برضو إيه يعني الموقف لسه مأثر في نفسيتي سنة كده. راح أنا والراجل الفخم الضخم الزوج نجيب هدوم من سان ستيفانو، هو رايح يعني بنفسه يعني يشتري لنفسه يعني. المهم ايه، فدخل وانا عادي ما عنديش مشكله. المهم الراجل عدى كده من قدام محل كده، فشاف وليبدو كده ان هو شاف بنت حلوه ولا حاجه، فقال لي ايه تعالى نشوف المحل ده. دخل هو توجه، الراجل ما استنانيش الصراحه يعني، انا ماشي كده هو توجه مع نفسه كده دخل المحل، وبعدين ايه ام لقيته دخل وقعد يتكلم مع البنت. البنت تقول له ايه، والله ده احنا عندنا حضرتك اوفر النهارده، تاخد قطعة والقطعة التانية بنص الدعم. المهم ان انا يعني عادي، لقيته بيندهلي بقى كده وطبعا كله رقة وحنية، وبيقول لي ماما ريم تعالي كده ده عندهم اوفر. والراجل ده معهوش فلوس يعني، الراجل الفخم الضخم اللي جنبي ده هو يعني، واحنا رايحين برضو وبس، هو يعني حبي حماس الشباب كده وحماسه، والبنت فعلا كانت حلوه يعني، فدخل يعني. المهم ايه، قعد هي تنقي تنقي تنقي، هما بينقوا لي بقى يعني، انا اصلا ما خلاص بقى، هما قعدوا ينقوا لي ويقول لها ده حلو وتقولوا ده ذوقه حلو وده بجد عاجبك، وكان في اداء كده، بس انا ما اتاثرتش، قلت لما هطلع بالمصلحه خلاص يعني، مش هشغل نفسيتي قوي كده يعني. المهم ان انا ايه، قعد ينقي، فجاه البنت شالت كام قطع كده اهو، بيقول لها ايه مش قادر لا. انا بصي محمودي هيستنطق عينه ولا هيرجع ولا ايه، انا مش فاكره، قعدت افتكر ان مغديه ايه النهارده كده في ايه. بعدين ادوي لها ايه مش قادر، مش قادر تبقي انت شايله وانا واقف كده. هي قالت له لا يا فندم ما تقولش كده، ده شغلي وواجب عليا. قال لها لا 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 لا، كان في اداء، كان في حوار كده. بعدين اخد منها الحاجه وانا دخلت اقيس بقى، قعدت فتره بقى، ما هم البنت جابت هدوم كتير، قعدت اقيس في البروفه فتره وهم قاعدين يرغي يرغي بقى. بس الصراحه البنت كانت حلوه هي البنت وبعدين سالته قال لي بقول البنت كانت حلوه يا محمد، فقال لي كلمه كده، انت قلت لي ايه يا زيزو كده، قلت لي ايه تتاكل بريء، شفت تتاكل، قال لي ده انا عايز احطها في نص رغيف واكلها، مش مجرد البنت حلوه يعني، في مشاكل، كنت حاسس ان انا عايز اجيب لهم شجره واتنين ليمون. بس المهم ده يعني نصيحه. ورجعنا لكم بعد الفاصل مع دكتور ريم العقاد، دكتور التغذيه. احنا عايزين بقى نستفيد من وجودك معانا النهارده. انا معايا اسئله عن التغذيه بس هم ما لهمش علاقه بقى. تمام. اول حاجه معانا، ازاي اقوي مناعه طفلي؟ طيب مناعه الاطفال حاجه مهمه جدا بالذات في الوقت اللي احنا فيه ده. نقلل جدا جدا الاكل اللي من بره، الحاجات المقليات، حتى لو تقولي للطفل انا عايزه اتخنه او هو رفيع ما تاكليهوش مقليات، ولا الحاجات اللي في البيت الطبيعيه ناكله دهون صحيه. يعني دهون صحيه يعني ايه؟ يعني الزبده البلدي، السمنه البلدي، بلاش كل حاجه تبقى مقليه ومحمره، لان ده بيضعف المناعه. ناكله الحاجات نحاول نخليها فريش، خضار. احنا زمان كنا بناكل عندنا الخضار والرز، ده كان في كل البيوت، ما عادش موجود دلوقتي. يعني في ناس ما بتعملوش خالص، لا الخضار، الرز، طبعا اللبن، البيض، نحاول ما بيحبش البيض نحطه له في اي حاجه تانية، بيحب الكيك نعمل كيك، نحطه له مثلا في كريم كراميل، في اي حاجه نحاول ندخل كل العناصر ونمنع تماما تماما يا جماعه بجد، بليز بالذات دلوقتي في وقت الكورونا، اي اكل من بره، اي جانك فود، اي مياه غازيه، اي حاجه من الحاجات دي، اي سويتس من بره تخليها حتى مره واحده في الاسبوع. تمام. طب انا لو الطفل اللي معايا مثلا منع الاكل تماما وهو عنده نحافه، في حاجات، في منتجات بتعلي الـ يعني تخلي يبقى عندهم شهيه، يعني في حاجات بتتباع دلوقتي في السوق موجوده بتخلي الطفل شهيته تتفتح وتديله العناصر الغذائيه المهمه وتخليه كمان ياكل بقيه الاكل التاني الموجود. ونحاول نتحايل بقى يعني، مثلا نقطع الـ الـ الجزر والخيار وكده ونحطه مع الشوكليت ما فيهاش مشكله يعني، بدل ما ياكل نخليه ياكلها بالشوكليت، دي حاجه مثلا هو رايح جاي عليها. بيحب العصاير، خلاص ما نعمل الاكل كله عصاير، نحط فيه زبادي، نضرب فيه لبن، يعني ندخله العناصر في الحاجات اللي هو بيحبها مهما كانت هي ايه بيحبها. اوكي. طب بالنسبه للكبار بقى، الكورونا الموضوع بقى صعب جدا جدا دلوقتي ورجع انتشر تاني، ازاي نقوي مناعتنا اطفال او كبار في الوقت ده؟ هو برضو ما فيش اي حاجه يا جماعه، اي حاجه بليز بليز بلاش اكل من بره خالص خالص خالص
لان ده يعني بيطلع مواد مؤكسده في الجسم بيبوظ المناعه تماما. ناكل بقى خضار، ناكل بروكلي، ناكل خضروات طازه، ناكل فواكه طازه، نحاول نخلي الحاجات الى قد نرجع زي زمان وناكل الحاجه طبيعية. بيور. عسل نحل الصبح حلو جدا، الليمون حلو جدا نعصره على اي اكل، ناكل لحمه، ناكل البروتينات مثلا عشان نعلي مثلا الحديد او كده، ناكل مثلا البروتين سواء لحمه او كبده او كده نعصر عليه ليمون. الحاجات دي بتفرق جدا. افكار حلوه جدا. طيب لو خلاص اوريدي في مريض كورونا ازاي نهتم بالتغذيه بتاعته؟ وهل ده بيفرق في مرحله الشفاء او بيشفي بسرعه؟ التغذيه لها طبعا. الاول كنا بنقول حتى من منظمه الصحه العالميه وكل الجايد لاينز او كده كانوا بيقولوا ان هو ممكن ياكل كل حاجه ما تبقاش مصنعه، يعني مثلا بلاش ناكل من بره، بلاش برضو ناكل حاجات مقليه، حاجات فيها زيوت مهدرجه، ياكل خضار ولبن وبيض وكده. دلوقتي اكتشفوا ان في حاجه مهمه قوي، ان ممكن يبقى مريض درجه مثلا اولى وتتحول لدرجه ثانيه. ليه؟ بسبب الاكل. اللبن والبيض نمنعهم وقت الكورونا، واحد عنده كورونا بلاش ياكل لبن وبيض خالص، ياكل زبادي، الزبادي حلو جدا ومفيد جدا، بلاش ياكل لبن وبيض. اللحمه نخليها مره واحده في الاسبوع، نحاول نكتر على قد بروتين كتير. لا ناكل، ممكن ياكل الفراخ وياكل مثلا سمك، يا ريت لو يبقى فيه موجود سمك سلمون نجيبه يتحمر كده على النار وياكله، بلاش ناكل بلاش ناكل خالص لحمه غير مره واحده في الاسبوع، بلاش عسل، بلاش مربى، بلاش سكر. نحاول ناخدها من الفاكهه. أنا يعني عرفت ناس عندهم بيقولوا عكس اللي انت بتعمليه، يعني بيتعاملوا في البيت كانه دور برد، العسل الحاجات دي اساسي، لا لبن بيض الحاجات دي بالذات لو هو عنده اعراض تنفسيه في كحه، نسبه الساتوريشن بتاع الاكسجين، لا بنمنع السكر، العسل، ممكن ياخد السكريات بس ياخدها من الفواكه، بلاش عيش فينو، بلاش دقيق ابيض خالص، ناخد دقيق اسمر، ناخد ممكن ناخد رز، ناخد شوفان، لكن بلاش العيش الفينو والكايزر والتوست الابيض والحاجات دي. اوكي احنا معانا مداخله. نور، الو. الو نور، ازيك عامله ايه؟ انا الحمد لله. اتفضلي. بقولك انا عصبيه جدا وعايزه اتعلم من الدكتور انا ازاي اخد الامور ببساطه. طيب اوكي دكتور ديما. ما تعرفي ايه اخره؟ يعني ايه اخر الموضوع؟ انا هتعصبت يعني، عارفه لو فكرنا دقيقه، انا دلوقتي اتعصبت وعملت مشكله، دوري هتكسبي ازاي من الموضوع؟ جوزك عمل اي حاجه ضايقتك، افتكري كده في كل المرات انت اتعصبت فيها قبل كده، على فكره دقيقه واحده تفكير، حصل حاجه انا كسبت حاجه، لا طب ما افكر بشكل مختلف. حلو. طب بلاش اتعصب. يعني هاتي اعرفي العصبيه دي قولي اخرها ايه؟ هتفيدني بحاجه؟ لو هتفيدني اعمليها. يعني لو العصبيه دي بتجيب نتيجه اعمليها، ما بتجيبش نتيجه وبتتعبك انت، نفكر نغير الطريقه، نحاول نهدى يمكن الموضوع، يمكن هو يجي يسالك هو انت هاديه ليه؟ هو في حاجه يحس ان هو عامل مشكله؟ اتغيرت ليه؟ بالظبط. تمام. نرجع نكمل ازاي ازاي نعالج مريض الكورونا بالتغذيه. زي ما قلت لك احنا برضو نمنع الاكل من بره تماما تماما، نحاول نخلي ياكل مكسرات، الافوكادو حلو قوي، بلاش لبن وبلاش بيض فعلا، ياكل زبادي، ياكل زبادي كتير، الزبادي مفيد وبيقوي المناعه. بلاش نقعد نقرا كلام من على النت كتير 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 لان بيبهدل الدنيا، وبيحاول بيدخل حاله لدرجه تانية وبيبهدل الدنيا خالص للاسف. اوكي ده سؤال بقى للموجه للمراه او الست، ازاي اهتم ببشرتي او بشعري؟ بصي انا دايما اقول يعني اول حاجه، اول حاجه غير الحاجات الناس تقعد تقول لي بندهن ايه والحاجات التوبيكال وكده، هو كل حاجه من جوه. الاكل اهم حاجه في الموضوع، دايما الناس تقول لي والله الاكل اهم حاجه، ميه كتير. ومش ميه عشان الناس تقول لك انا ما بقدرش اشرب ميه، وكل الناس تقول كده الميه اللي داخله فيها الميه اللي بتحطيها في الاكل، يعني شوربه. الميه دي مشكله. لا شوربه، يعني لو انت عامله شوربه وحاطه فيها ميه بتحسب من الميه بتاعت الديلي بتاعت اليوم على فكره. بتشربي شاي اخضر، بتشربي مشروبات ينسون. العصاير بتغني عن الميه؟ لا ما تغنيش عن الميه، بس انت ممكن تحطي فاكهه ومعاها عصير، ما هي معاها ميه وانت بتضربيها في الخلاط، ما هي فيها ميه. بتتحسب برضو على فكره، مش ما بتتحسبش، عصير الليمون دي ميه. كل حاجه من الحاجات دي ميه، مش لازم اللي هو ايه انا هحط مثلا 3 لترات ولو ما شربتهمش انا بشربش بقى مش هشرب خالص. هو المفروض قد ايه كميه ميه في اليوم؟ 2.5 ل 3 لتر. كتير قوي. ما هو احنا بنقولك بناخدهم في الشوربه، بناخدهم في حاجه سخنه بنشربها، مش شرط ميه. حاجات كتير بقى الناس يعني مثلا تقول احنا عايزين نوحد لون البشره. ايه الاكلات اللي تحسن من ده؟ في اكل تاكليه تخلي وشك يفتحها وجسمك كله يفتح. معقول؟ البطاطا. طبعا بس البطاطا. طبعا على المدى البعيد يعني، يعني ما ناكلش النهارده انا اكلت بطاطايا فانا لازم دلوقتي نحطها من ضمن الاكل بتاعنا بتاع الديلي، يعني اللي احنا بناكله في اليوم. يعني مثلا انت كل يوم مثلا بتصحي الصبح انت بتاكلي فاكهه،
هنحط مع الفاكهه الحاجات التانية دي، تاكلي بطاطا، تاكلي افوكادو تحفه، انتي اوكسيدنت رهيب، السالمون حلو قوي قوي لو نعرف ناكله حتى مثلا مرتين في الاسبوع، الجزر، السبانخ، كل الحاجات دي فعلا بتفتح لون البشره. طيب والشعر؟ الشعر بقى خضروات ورقيه من هنا لحد يعني فين؟ خضروات يعني السبانخ، الجرجير، الفجل، الحاجات اللي هي الورقيه بتاعه زمان دي، دي حلوه قوي. السالمون برضو حلو قوي للشعر، والجوز اللي هو عين الجمل، عين الجمل او المكسرات عموما، الزبادي، اللحمه، اللحمه حلوه قوي، ناخد ناخدش منها كتير بس بتفيد، عشان في ناس ما بتاكلش لحمه خالص. طيب بتختلف من واحده للتانيه؟ اه بتختلف، بس في العموم طبعا كل حاجه بتختلف، بس يعني افتر اول بقى كده في النهايه ان الاكل التمام والدنيا ما تبقى مظبوطه بتظبط حاجات كتير قوي قوي قوي، يعني في شكل، يعني بتلاقي الشكل فعلا اتبدل، الشكل اختلف، تحت العين فرق جدا، ملمس البشره نفسه بينعم ويختلف، لا بتفرق. طيب في ادويه امنه او حاجه تنفع مع كل انواع البشره او الشعر؟ ولا إيه؟ لا ما ينفعش، ما ينفعش، انا مش دكتوره الادويه. لا انا مش دكتوره جلديه، لا ما اقدرش. اوكي طيب عايزين نظام، يعني افضل نظام للناس اللي عندها بتعاني من السمنه. ما هو تعاني من السمنه على حسب ايه؟ في ناس ما بتعرفش تنزل، يعني انا شايفه اكتر حاجه الناس اللي عندها سمنه كبيره بسبب ان هي حرقها بسيط زي ما هي بتقول، بيجوا يشتكوا من الحرق، بيجوا يشتكوا من ان هي بعد ناس الولاده زي كده وزن معين، ايه ناس بتخس وتثبت وزن كبير وبعد كده ما عادش راضيه تاكل. ان الصيام المتقطع مع نظام كربوهيدرات قليله ده احسن حاجه، لان هو بيظبط الانسولين في الدم، الانسولين ده اللي بيخلي الجسم يبني دهون، فان الصيام المتقطع ده انا بتبناه من هنا لحد يعني بصي تو ذا مون اند باك، يعني انا بجد. طيب من الراجل او الست يعني الراجل ده يمشي مع الاثنين؟ يمشي مع اي حد، بس الراجل يعني من حسن حظه الحقيقه ان هو حرقه اسرع مننا بكتير وعلى كتير، نفس النظام للراجل والست، حتى لو مقلله في السعرات شويه للست تلاقيه هو بيخس اكتر بكتير. طيب في اكلات معينه بتقلل بتعلي الحرق؟ اه طبعا، يعني المشروبات العاديه بتاعتنا، الجنزبيل، القرفه، ان احنا من يعني اكتر حاجه تعلي الحرق خالص خالص الميه. الميه بتعلي الحرق جدا، لان هي بتساعد في الووشنج بتاع الدهون من الجسم، مش حاجه بتشيل الدهون بس، بتساعد في الووشنج بتاع، بتعلي، بتدخل، تخلي على طول الجسم في حاله حركه، مكنه الحرق شغاله طول الوقت، دي من اعلى الحاجات طبعا. ممكن بقى نحط الجنزبيل، الكركم حلو قوي، حلو لبشرتنا ولشعرنا وللتخسيس وعلى المناعه وكل حاجه، كل حاجة. عارفه انا دايما مثلا حد بيتابع معايا اقول معلقه كركم، نص معلقه كركم وشويه، نص معلقه قرفه ونتره جنزبيل كده في معلقه الزبادي بالليل، في الزبادي. يعني الجنزبيل معانا في كل في كل حاجه في الدنيا بصراحه فيها. سبحان الله يعني. اوكي طيب في اطفال بقى تلاقي ام بتعمل دايت شديد جدا بطفل، هو ما ينفعش نعمله دايت لان هو اصلا مش هيخس، اولا مش هيخس وهياكل من وراكي، احنا يعني بينزل مدرسه، بيروح تمرين، بيقابل حد، بيروح عند تيتا، بيقعد يعمل لك بيخنقك في البيت، تيتا لا تيتا كمان بتبوظ الدنيا. اه لو انت بتعملي ايه اكيد. انا شايفه ان يعني الاطفال بالذات لازم نبقى يعني في حكمه، انت بتحب ايه؟ طب عايز تاكل ايه النهارده؟ طب ايه رايك نعمله بشكل صحي؟ مثلا انت بتحب البانيه، طب ايه رايك ان احنا مثلا هنعمله بشكل صحي ونحطه في الفرن بدل ما ناكله مقلي؟ ونقلل كميه الاكل عادي؟ ما هنقلل طبعا بس ناكله كتير، يعني الطفل لازم ياكل كتير، يعني ياكل كتير ايه؟ يعني كل ساعتين تحطي قدامه سناك علشان ما يجوعش قوي ويعكعك الدنيا. بطاطايا يعني مش الثلاث وجبات الاساسيين؟ لا 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 طبعا، احنا بناكل كل ثلاث ساعات تقريبا، عدد اكبر بس كميات اقل. نستبدل بقى مثلا السناكس اللي كان بياكلها مثلا بالفواكه، بالخضار، ونتكلم معاه، هو اهم حاجه نتكلم معاه على فكره، نعمله نقول له هنعمل لك مثلا لو اكلت والتزمت هنعمل يوم فري مفاجاه كل نفسك فيها تاكله، لحد ما واحده واحده هو يحب اصلا الموضوع. طيب في نصيحه للست اللي لسه والده والدنيا باظت فتحت على الاخر؟ الدنيا ما باظتش خالص، وبعدين عادي على فكره، انا بس عايزه اقول حاجه مهمه قوي، هو طبيعي طبيعي احنا بنتخن ونخش، احنا بنادمين، احنا مش مانيكينز، وانا الواحد انا رافضه ان الانسان يبقى خلاص مانيكين هو بالشكل ده مرسوم عشان نتصور، يعني حتى لو بنتصور ما نبقى عادي طبيعيين، نتخن نخس، مكتئبين النهارده ناكل، لا انا عايزه اعمل عشان يبقى شكلي حلو مثلا عندي مناسبه، ايه المشكله؟ انا شايفه ان هي ما تكتئبش اولا من شكلها كله بيرجع عادي جدا، يعني ما فيش حاجه فاتتك ولا اي حاجه خالص، حتى لو الريد كاربت فاتك هتعوضي في الريد كاربت اللي بعده وهتلاقي نفسك بقى شكلك كبير قوي بقى شكلك، حتى لو في ريد كاربت
تبقي اموره ولذيذه وانت حلوه في كل حاجه. يعني انت لو حبيتي نفسك يعني انا حلوه في كل حاجه مفيش مشكله. تاني حاجه بنحاول ننظم بقى الاكل. اولا يعني موضوع الالبان والحاجات دي عشان اللبن للبيبي، انت تاكلي كتير او تاكلي حاجات سعرات كتير ده غلط. اكتر حاجه بتخلي اللبن يبقى كتير قوي للبيبي الميه، المشروبات السخنه، العصائر اللي غير سكر. دي طيب اكتر حاجه. طيب بتنصحي بالحزام اللي هو بعد الولاده عشان البطن والحاجات دي؟ بيفرق بجد؟ والله بيفرق، بيفرق فعلا يعني. وبرده افتر اقول كل حاجه الرياضه بعد ما بنخلص عشان هي دي المشكله خالص. مشي على فكره، هو المشي احنا مش محتاجين اكتر من مشي. يعني لو واحده في البيت مثلا ايه الحاجه اللي هي تقدر رياضه؟ لو ما عندهاش تريدميل مش تمشي، تمشي في الشقه على فكره مش تحسب نص ساعه. طيب مجهود البيت والشغل والحاجات دي بيعتبر رياضه؟ لا للاسف بجد لا بجد لا، هي تفضل ماشيه رايحه جايه في الشقه. يعني لو عندها كوريدور او طرقه كده رايحه جايه، عندها سلم اطلعي وانزلي تلت ساعه كل يوم، تلت ساعه بس مش محتاجين اكتر. طيب مش حوالين البيت. معانا مداخله، ام محمود فصل. طيب حاولي ترجعي تاني. نكمل. يعني جري تلت ساعه في اليوم، نشرب البان وحاجات دي بعد الولاده. البان كتير عشان ما نجوعش، ناكل كتير برضو عشان تاكل كتير عشان ما تجوعش. ده معانا في كل حاجه انا ملاحظه كده. بس بالذات اللي بتبقى يعني، لا يعني مثلا اقول لك بتوع الصيام المتقطع انت هتقعدي 16 ساعه ما تاكليش حاجه. بيبقى ازاي بس عشان انا مش هقول لك؟ ده بيبقى نظام، انت بتصومي 16 ساعه وبتفطري 8 ساعات. طيب النوم داخل في النوم داخل في اي 16 ساعه في الليل؟ اكيد. ما انا بالليل الصبح مش فارقه خالص، دي بجد مش فارقه. عشان الناس بتقول لك ايه، لا نصوم بالليل، لا نصوم يصوموا 16 ساعه ويفطروا قد. لو انت بتحبي تاكلي بالليل صوميهم الصبح وكلي بالليل وافطري بالليل. بالليل مش هي مش هتفرق دلوقتي. نهائي براحتك تماما، افطري في الوقت اللي انت عايزاه. ليكي 8 ساعات طبعا مش هناكل فيهم 8 ساعات اكل. لا هناكل، بس هناكل وجبات منظمه. ممكن ناخد مثلا 3 وجبات او وجبتين وسناك لو احنا مثلا عباره عن ايه تقريبا؟ احنا مثلا ممكن نفطر مثلا نص رغيف، 3 معالق فول او بيضتين او قطعه جبنه وكوبايه لبن لو هنشرب مع النسكافيه. هنيجي هناكل سناك مثلا، ناخد فاكهه، نيجي نتغدى ممكن ناخد 6 او 3 معالق رز مع الخضار مع البروتين اللي احنا هناكله. لازم خضار طبعا تمام، لان الخضار يعني الخضار بيعمل امساك. الناس بتشتكي دايما ان هي عندها امساك في الدايت. فالخضار هو الحاجه الوحيده اللي بتخلي الدنيا تبقى الطف يعني. بالليل ممكن نتعشى، انا بنصح دايما زبادي وفاكهه. زبادي يعني ممكن فاكهه تفاحه او فاكهتين وعلبه زبادي، ده افضل حاجه للعشاء دايما في اي حاجه. تمام اوكي. احنا معانا نجلاء. الو. ايوه حضرتك. ايوه معاكي، سامعاكي. ايوه بقول لك انا بحرق كتير وما بزيدش خالص. بتحرقي كتير وما بتزيديش وما بتخسيش؟ طب ما بتزيدش. هي دي نحافه. ما بتزيدش. طب علي صوتك شويه عشان مش سامعه. طيب كده سامعاني؟ تمام اتفضلي. ايوه حضرتك بقول لك انا بحرق كتير وما بزيدش خالص. انت عاوزه الوزن يزيد؟ هو تقريبا عايزه الوزن. طيب بشكرك. هي عايزه تزيد. حاله النحافه دي من اصعب الحالات، دايما تخسسي حد او اسهل بكتير. اولا لازم نعمل تحاليل اول. النحافه اسهل من ان حد ان حد عايز يزيد اسهل من ان حد عايز يخس؟ العكس، ان حد عايز يخس اسهل بكتير من حد عايز يزيد. في الحالات اللي بشوفها بقى يعني صعوبه رهيبه، بس لازم نبقى يعني بنمشي بالظبط عشان تبقى الدنيا مظبوطه. لازم تعمل تحاليل يعني يا نجلاء، لازم تعملي تحاليل كل حاجه، تعملي صوره دم كامله، نشوف الحديد، نشوف الغده، يعني نعمل تحليل الغده، نشوف لو الغده نشاطها زايد فده ما بيخليكيش تعرفي تزيدي وتتخني والحرق. لو اقل برضه مشكله؟ لو اقل بيخلي الجسم يفضل زايد، ما بتعرفيش تخسي، لازم نظبط جرعه الغده. تاني حاجه نحاول نعمل اكل احنا بنحبه واكل مليان. يعني دايما اقول لهم حاجه اسمها كالوريك دنس، يعني حاجات صغننه مثلا بس مليانه سعرات وما تحبي تاكلي بعدها عادي. عارفه مثلا زي التمر، بنحمره مثلا مع معلقه زبده او معلقه سمنه بلدي التمر. ونحط عليه سمسم ومكسرات، بتبقى حاجات صغننه بايتس كده بس ممكن تاكلي طبق يبقى فيهم مثلا 1500 كالوري وانت قاعده كده. فهم محتاجين حاجات من دي كتير طول الوقت، حاجات صغيره ما تاخدش مساحه في المعده بتدي كالوري كتير ما تشبعش يعني تخليكي. والحاجات طبيعيه يعني الناس بتاعه تاكل بيبسي وتشرب من بره وتاكل اكل من بره مقليات، لا من الحاجات الطبيعيه اللي في البيت، ده اللي هيخليها نفسها تتفتح والاكل يعني يبان عليها، لان برضو احنا جسمنا مش بنضحك عليه. يعني مش أكل... اللي عايزه تزود اكل من بره؟ لا مش هتزيد على فكره، مش هتزيد خالص. هتقول لك انا باكل كتير جدا وما بزيدش، ما مش هتزيدي. طيب ادينا كمان شويه اكلات او نصايح. بيبقى في خلطات وحاجات كده غريبه كنت شفتها. في حاجات الحلبه مثلا بتزود الوزن. الحلبه تمام. يعني دايما يقولوا لي مثلا حد يعمل دايت طب انا عايزه حلبه، ما ينفعش الحلبه.
الحلبة بتزود الوزن قوي، التمر فظيع، العسل الابيض بس يتخلط بحاجات يعني ممكن نخلطه مثلا مع الزبادي، نخلطه بلاش كده عشان ما يقفلش نفسها، نخلطه مثلا مع التمر زي ما بقوله يتحمر على النار، حاجات طعمها حلو. بالظبط، حاجه بتاعت زمان فاكره كانت جدتي الله يرحمها، يعني دقيق على النار معمول بزبده وعليه عسل، كانوا بيعملوها الحاجات دي على فكره حلوه جدا، عسل اسود وسمسم. ايوه هو ده موجوده، بتتباع دلوقتي في اماكن كتير. يعني الحاجات اللي بتتباع من النحافه، في حاجه في منتجات بس طعمها، في منتجات بقى في السوق حلوه قوي قوي سواء للاطفال او للكبار في موضوع زي ايه تقريبا؟ زي الجروس فورمولا. الجروس فورمولا ده بالذات انا بكتبه لاي حاله اطفال عندي كام مره في اليوم والحوامل، 3 مرات، بيفتح النفس جدا للاطفال، امن على الحوامل، امن على، هو اصلا فيه للحوامل وفيه للاطفال. تمام. امن جدا وحلو جدا وبيفتح نفسهم وبيتعمل بيه اكلات، يعني الجروس فورمولا مش مجرد ان احنا هنفضيه في ميه او نحطه على زبادي وناكله، بنعمل بيه مهلبيه، بنعمل بيه جيلي، ممكن نعمل بيه باستا، ممكن ندخله للاطفال اللي مثلا مش بيحبوا الاكل او مش بالظبط، بيتحط على الباستا مثلا، نعمل مكرونه بالجبن بتبقى حلوه قوي، وتخليهم يشتركوا معاكي ونعمل، وبتفتح نفسهم قوي وبتديهم في نفس الوقت كل العناصر الغذائيه، يعني هو البرودكت نفسه بتاخدي منه العناصر الغذائيه تمام اللي انت عايزاه اللي عايزاها للطفل، وبيفتح نفسه كمان ان هو ياكل بقيه الاكل التاني. تمام اوكي، احنا معانا نوال. الو نوال. طيب الو. ايوه معاكي. لو سمحتي بس يا استاذه امان، عايزين نكلم الدكتور. اتفضلي مع حضرتك. احنا يا دكتوره في الكورونا كنا بنتعامل مع الكورونا، يعني كل الحاجات اللي حضرتك قلتي عليها ان احنا ما ناكلهاش، احنا كنا بناكلها، يعني احنا كلمينا بس شويه ثاني علشان احنا بندي العسل والمربات والحاجات المسكره والليمون والحاجات اللي احنا بنتعامل زي ما الاستاذه قالت ان احنا بنتعامل مع الموضوع كانه برد، فكلمينا شويه لان موضوع الكورونا يهم الكل طبعا. اكيد. طيب هنرد عليك. اوكي ميرسي جدا. هو ده اللي انا كنت بقوله، لاني بقولك سمعت عن ناس كتير عندهم الكورونا، وتلاقي بقى ناس طالعه اعملي عسل على ليمون وبيعملوه وبيطلعوه والبيض واللبن وكده. أيوه. انا بقول دايما لو الحاله ما فيهاش مشكله، الحاله ما فيهاش سخونيه، ما فيهاش حاجه في التنفس، مجرد انت كنت مخلط او كده، ممكن تاكل الحاجات دي. انا يعني اللي بقى ممنوع ونازل في الجايد لاينز، بلاش لبن، بلاش بيض، بلاش سكر، بلاش مربى، بلاش عسل، ممكن ناخد الحاجات دي من الفواكه الطبيعيه. احنا مش هنفيد دلوقتي لما نعلي المناعه قوي، الحاجات دي مش تعلي المناعه، انت جسمك دلوقتي بيحارب حاجه جواه، يعني ده السكريات والدقيق الابيض بالذات، العيش الفينو، الحاجات دي بتخلي يبقى فيه سي او 2 كتير في الجسم، فيه يعني كربون دايوكسيد في الجسم، فيضعف الرئه اكتر، يبهدل التنفس، تخش الحاله في الجلوتين، نتيجه عكسيه خالص. بالظبط، يعني احنا زي ما قلنا ناكل سلطه، ناكل سمك، ناكل لحمه مره واحده، ما نكترش ناكل لحمه او مره واحده في الاسبوع، ناكل مكسرات، ناكل الافوكادو حلو قوي، ناكل زبادي كتير، مشروبات سخنه لازم ورق الجوافه، ورق الجوافه واليانسون والتليو، كل 3 ساعات لازم يبقى في مج كبير في ايد المريض، مشروبات كتير لازم مج كبير، سوائل سخنه في ايد المريض طول الوقت. ممكن نعمل عصاير من غير سكر، نحاول نخليها فريش اكتر، يعني عصاير طبيعيه فواكه بس، كل الحاجات دي بتظبط. الورقيات طبعا برضو مهمه جدا. اوكي احنا معانا دكتوره ياسمين عادل. اوكي اتفضلي. الو ازاي كريم؟ ازيك يا ياسمين، عامله ايه؟ عامله ايه؟ والله ما قدرتش والله، يعني قاعده قدام البرنامج لازم اتصل. حبيبتي حبيبتي يا ريموز، والله انا بموت فيكي، يعني دكتوره ياسمين. هو بيقولوا لي صاحبه دكتوره، ودايما متالقه كده حبيبتي، وريم اصلا بطله يعني من زمان. ايوه اكيد. وكانت خاسه كمان اكتر من كده بكتير، وانا عارفه ان الكاميرا ظلماكي انت زي الكاميرا بتظلم جامد. احنا بنخرج مع بعض، وهي فعلا يعني ما شاء الله عليها زي القمر، وانا على المستوى الشخصي بحبها جدا، هي بنت جدعه وجميله، وانا بحبها قوي بصراحه، فكان لازم اسلم عليها كده بس على البرنامج، انا مش عايزه حاجه طبعا. خلاص يبقى كلميني ما تخلصي. ميرسي ليكي، انت زي القمر في كل حالاتك، وانا مبسوطه ان انا كنت معاكي جدا النهارده. طيب الاطفال كنا قلنا عن الدايت، اتكلمنا عن الدايت، الاكلات اللي هندخلها ليهم ينفع بيكون في زي الجروس فورمولا، في حاجه كمان بس انا مش فاكره اسمها،
بتتحط في الكيك والحاجات دي. هو الجروس فورم بتحط في الكيك، حطه في اي حاجه. مكان اللبن مثلا او كده ولا اي حاجه، حطي معلقتين ثلاثه، مش مكان اي حاجه، حطي معلقتين ثلاثه زي ما انت عايزه في الكيكه بتاعه في الكيكه بتاعه البيبي او بتاعه ابنك، هيحبوها ومش وهتداري وهتديه من عناصر غذائيه. واحلى حاجه فيه ان هو لما بيتسخن ما بيفقدش حاجه من الجروس فورم، بالذات لما بيتسخن او بيتحط على النار ما بيفقدش حاجه من الخصائص اللي فيه، فعلشان كده انا بسبورته وبكتبه على طول. اوكي، انا بجد سعيده بوجودك معايا النهارده، وكان نفسي انا اسعد اطول، وحاولت ان انا استغل حضرتك كتير في الاسئله. بجد بشكرك على وجودك معانا. استنونا في حلقه جديده من ساعه في بيتنا.